هذا السؤال، هل الدعوة واجبة أم لا؟ جواب أن الدعوة واجبة قطعا بالكتاب والسنة والإجماع، فمن وجوبها بالكتاب قول الله تعالى وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين، وقوله تعالى وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وهذه الدعوة وجوبها ينقسم إلى قسمين، وجوب عيني ووجوب كفائي. فالوجوب العيني في حق من جعله الله وليا على أحد من عباد الله، فمن له زوجة تجب دعوتها عليه وجوبا عينيا، ومن له أولاد تجب عليه دعوتهم وجوبا عينيا، ومن جعله الله مسؤولا عن أي أحد من الناس تجب عليه دعوته وجوبا عينيا فرض عينه في حقه. أما من سوى ذلك وهو من لم يجعل الله له يدا على أي أحد، فوجوب الدعوة في حقه وجوب كفائي.